سبقناه، درسنا الملفات سبقناه ومدينا يعني هذا. الله يعاونك. كما راكم تشوفوا الشعير هذا العام كاين انتاج كبير، ويعني وراهم جابوا بزاف الاستسيالات اكثر من السنوات الماضيه بكثير، ولكن تجاوبوا يعني الفلاحين، نطلبوهم يتجاوبوا اكثر ونزيدوا كذلك في المحصول تاع القمح. ولذا اليوم اعطينا يعني عينه من بعض الالات الحصاد اللي مديناها من بين 60 اللي دعمت بها الولايه. ورانا استفدنا، احنا استفدنا في آلة الحصاد موسم 2021 و22 ان شاء الله يكون موسم خير ان شاء الله، وان شاء الله لما داو ان شاء الله يكون العقوبه لهم ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله. والحمد لله احنا المهم انطلاق الموسم راه بدا، وكاش ما نزيدو نكملو شويه لك تبربي ان شاء الله.